لو انا وصلت الخطين دول ببعض بشكل مستقيم هيطلع عندي التمثيل البياني للجدول ده. طيب تعال نشوفها بشكل بقى اوضح عشان يبقى الناس بتاعتها واضحه. ده المفترض ان هو مستقيم بعد ما ترسم بشكل كامل الدقه. عندك النقطه سالب 2 وسالب 1 هنا، بعد كده النقطه 2 وصفر. لو مشينا شويه ادا 1 2 3 4 5 ادا 6 ده بيعبر عن السين، هتلاقي القيمه المكافئه ليها الصاد بتساوي 1. النقطة الثالثة أكيد أكيد بتتحقق، بس طبعا لأن الرسمة مش واخدة نفس الأبعاد دي كلها فإحنا بنرسم بس نقطتين. لو عرفنا النقطة الثالثة ماشي مش مشكلة، لكن هما نقطتين كافيتين إن أنت ترسم الرسمة دي بشكل صحيح. طب تعالى نجيب المين. المين أجيبه إزاي بقى في الحالة دي؟ إما إنك ترسم خط مثلث لاين بين النقطتين اللي أنت مثلا محددهم، أو إنك تستخدم طريقة ثانية وهي الطريقة اللي بنستخدمها في الأزواج المرتبة. إن أنت بتختار نقطتين وليكن مثلا أنا هختار النقطة دي والنقطة دي. هختار الزوج المرتب 2 وصفر والزوج المرتب 6 وواحد. وهجيب الميل بتاعي. احنا لسه قايلين من شويه او في بدايه القصه ان الميل هو فرق الصداع على فرق السنان. ابتدي بقى ايه صار وترحم الصاد المقابله ليها ثم اقسم على السين والسين المجاوره المكافئه ليها بس بنفس الترتيب. بمعنى ان انا اقدر اقول الصاد هنا بواحد ناقص الصاد في النقطه الثانيه بصفر. على التغير في السنان بس بنفس الترتيب، زي ما بدات من اليسار ورحت لليمين، برضه في السنان تبدا من اليسار وتروح لليمين، يبقى السته ناقص الاثنين. واحد ناقص صفر واحد، سته ناقص اثنين اربعه. تطلع الميل عندك قيمه موجبه اسمها الرو، وده تاكيد لصحه كلامي في عده ان الميل يطلع قيمه موجبه، لان فعلا الميل انحدار او خط ماشي من اليسار لليمين بشكل صعب. طيب يا استاذ لو انا عكست النقاط، هل النقاط دي قيمتها هتتغير في الميل؟ تعال نشوف، انا لو كتبت الميل اهو واخترت نفس النقاط بس عكست الاتجاه. يعني خليت الصاد تبدا من اليمين لليسار وكذلك السين من اليمين لليسار. انا الصاد صفر ناقص واحد، السين المكافئه ليها 2 ناقص 6. صفر ناقص واحد احنا قلنا قبل كده او اتعلمناها قبل كده ان الصفر ده قيمه في حي الجمع، هنا مش اي قيمه عندي في عمليه الجمع والطرح. فبتكتب الحاجه اللي معاك اشاره ثانية واحد. 2 ناقص 6 بما ان الاشارات بتاعتهم ده موجب ده سالب اشارات مختلفه، ففي حاله الجمع والطرح لو الاشارات مختلفه بنضع اشاره العدد الكبير وبنعمل عمليه طرح عاديه 6 ناقص 2 4. باستخدام قاعده الاشارات في الضرب والقسمه سالب على سالب بيعطي قيمه موجبه، ففي النهايه يطلع الناتج بيساوي 1 على 4. هل لو انا غيرت النقاط تماما خليت مثلا سالب 6 و2 مع سالب 2 1 هتدي نفس القيمه؟ بالتاكيد هتدي نفس القيمه وتقدر تجربها مع نفسك وانت بتتفرج على الفيديو لو وقفته ثواني وحاول تبقى تجرب مع نفسك. اذا تغيير النقاط اليمين او اليسار مش هيأثر في ناتج المساله بشرط انك تحافظ على نفس الترتيب. يعني بدات من اليسار لليمين في الصاد تبدا من اليسار لليمين في السين. بدات من اليمين لليسار في الصاد تبدا من اليسار لليمين لليسار في السين. تعالى مثال ثاني. من المستقيم س وص اس سالب 4 سالب 1 0 سالب 2 4 سالب 3 8 سالب 4. تعال نمثل برضه نفس اول حاجه محاور القياسي س وص. بعد كده بستخدم النقاط الاسهل بالنسبه لي وليكن 0 وسالب 2 و4 وسالب 3. اسهل النقاط مثلا معايا على 0 وسالب 2 وادا 4 وادا سالب 3. مرة النقطتين اللي انا محتاجهم خلاص كده انت قسمت الخط المستقيم بالتاكيد هيمر بباقي النقاط اللي قلناها قبل كده. عايز اجيب قيمه الميل بختار نقطتين. انا اخترت اول نقطتين قلت سالب 4 وقف.